الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي جامعة عين شمس. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم الفقرات، في عالم كمان الفقرات أو غضروف العنق تحديدا. خلينا نتكلم as general، مش لازم نبدأ كلامنا بس بالعنق، العنق أو الظهر، بس هو حوارنا النهاردة عن العنق، في حوار قبل كده اتكلمنا فيه عن الظهر، لكن أنا هتكلم على الخرافات، هتكلم على التخاريف الكبيرة والكثيرة اللي ما حد يشتكي من مشاكل رقبته، مشاكل وألم وبتاع، وهنتكلم عن الأعراض اللي بتحصل في الرقبة، لكن كمان غير الألم كيفية التعامل معاه. في ناس لغاية دلوقتي بتروح تعمل شد جامد جدا للرقبة، طب ما ده مش محسوب وبتعمله عند ناس مش دكاترة، ده بيودي الدنيا في داهية، ده ممكن يصيب الإنسان بشلل. في ناس بتستخدم عصاية، ده تخيلوا بقى في 2020 و2021 إن ناس بتروح لحد بعصاية للظهر أو للرقبة، طب ما العصاية دي تودي في داهية يا باشا، العصاية دي تموتك ومش هتعمل حاجة في الآخر. في ناس تقول لك لا ده أنا جربت، أو يلا نجرب بول الإبل، تخيلوا يعني ده بيضرب يا باشا، ده راجل يشتغل سمكري زي الفل، يسمكر زي الفل، معرفش البلد دي إيه، هل ده يعني حد يصحح لي بس عشان عيني مش جايبة، هل ده جنوب شرق آسيا يعني تشاينيز شرق آسيا، ده حاجة في شرق آسيا تخيلوا إن هناك في وبعدين يبدو ان المكان يعني مش ارياف ولا بتاع، لا يعني مكان شيك مش وحش، ارضيه خشب اهي وبتاع، وحاجه مسخره يعني، ده اللي بيحصل ده مسخره، ومش هو بس، ده هو معاه الاخوه المساعدين، يعني معاه مساعدينه، يا دي النصيبه السوداء. ده في مصر خدوه بيعملوه في الارياف على فكره، الاستعداد على البارد، ده بول الابل ده موجود من زمان قوي، وحاجه تودي في داهيه يعني، بول ابل ايه وبتاع ايه، واللي زاد عليهم كمان لدغ النحل، بقول الإبل ولدغ النحل ودوس البقر وضرب يعني ايه الجنان ده، جنان. الفقرات بتاعت الرقبة التعامل معها لازم يكون بدقة شديدة جدا، وهنا دور تكنولوجيا رائعة دخلت دلوقتي في العالم الطبي بشكل قوي من سنين، اسمها التداخلات المحدودة، لانه في ناس كتير حالتهم بتبقى مش مستدعية ان احنا نعمل اوبريشن كاملة ونعمل عملية، لكن في تداخلات محدودة لانه الالم مش منيمه والمسألة بسيطة، فنلحق نعالجه بدري، ما يضيعش وقت عند ولاد المجانين دول مجانين، ده جنان بجد، اللي هو الاستعدال ولدغ النحل وقرص النمل وسم العقرب والكلام المجانين ده جنان مجانين يا جماعة، ما توصفش بحاجة تانية، ده ملوش حل تاني، ده أسوأ من النصب، ده جنان. النهاردة اسم كبير، ضيف العزيز، وأكيد بيشوف نوعية دي في حواره مع مرضى، اسم أضاف لنا الكثير جدا في التداخلات المحدودة في علاج الألم، واحد من رموز هذا المجال، من مجالات علاج الألم اللي أصبحت في العالم كله دلوقتي واحدة من المجالات المنتشرة انتشار كبير والمؤثرة، وتلعب دور مهم جدا في كل فروع الطب الحقيقة، لكن النهاردة حوارنا عن المخ والأعصاب أو بشكل عام موضوع الفقر. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة أستاذ الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي والعمود الفقري بكلية الطب جامعة عين شمس. ضيف العزيز أهلا بك. أهلا وسهلا. قبل ما أبدأ، أكيد بتيجي لك حالات مرت بالحاجة دي، 30% من اللي بيخش العيادة 30% مجربين العصاية ومجربين التشريط، ويعني جالي مهندس حد شرط له رجليه قطع العصب ومش هيتصلح، وعنده سقوط في القدم، عشان مهندس اقول له انت ازاي توافقت ازاي، قال لي الغرقان بتعلق في اشياء. 30% 30% يعني كل فعلا. وحضرتك في منطقة تصم يعني مصنفة لانها اللي هي السوبر إليت بتاعت المناطق الطبية، عمل بقى الحتة التانية دي بكام في المية؟ أكتر من كده، هو كله بيجرب، وللأسف تلاقي زي ما أنت شفت كده سمكري، شغل سمكري، وفي ناس بتستفيد، مع احترامي طبعا السمكري ده راجل محترم جدا وشغله محترم جدا، مش في البني آدمين، مش في البني آدمين، وبعدين في ناس بتستفيد، إيه اللي استفدت؟ ما هو فكلك عضلات، يعني أنت لو رحت لبتاع مساج
كان هتستفيد، بس الاستفادة مؤقتة. هو المشكلة قائمة، الغضروف موجود والألم موجود، تستفيد مؤقت بعدين الدنيا ترجع تاني زي ما هي. فدي يعني لازم طبعا يبقى ليها تقنين ويبقى فيه رقابة. هو فيه بس المسألة وبين فيها وسعت قوي طبعا، ده في العالم كله كوارث. يعني غضروف العنقي ايه هو؟ العمود الفقري فقرات منها غضاريف وجواها اكتر حتة شايلانة بعد مخنا اللي هو امتداد للمخ، الحبل الشوكي. حبل الشوكي ده يطلع منه اعصاب، الاعصاب دي بتغذي ايدينا، ولو كملنا لتحت هتغذي رجلينا. فالغضاريف هي اللي بتساعد على حركة الراس يمين وشمال وتخلينا نوطي ونعمل راسنا لفوق. لو عملنا عليها حمل زيادة، اتحركنا غلط، مسكنا الموبايل بالساعات، الغضاريف دي هتتأثر. والواحد ما قالش ان الموبايل غلط، بس عدلة الراس، مسكة الراس، تشيل بطريقة غلط، ترفع بطريقة غلط، كل الحركات دي هتخلي الغضروف يتحرك مكانه، يلتهب، يدوس على الأعصاب، تعمل المشكلة. ايه الاعراض اللي بيشتكي منها الناس اللي عندها مشاكل في الغضروف العنقي؟ الام في الرقبه، وممكن يقول انا عندي صداع خلفي في اعلى الراس، ممكن يقول انا ما بحرك راسي الاقي في الم. يعني الرسمه اللي قدامنا دي بتقول لك حتى احنا عارفين دلوقتي لما الحته دي يبقى فيها مشكله يبقى الغضروف الفلاني اللي فيه مشكله. لما الحته دي تبقى فيها مشكله الالم ينزل من الرقبه على الراس على الظهر اعلى الكتفين، وبعدين ينزل في اعلى الظهر من فوق، كل ده عنقي. وزيه لي في القطن، وبعدين ينزل على الايدين. يبتدي بقى لو داس على الاعصاب اكتر يقول لك بقى المريض انا بتنزل كهرباء، بتنزل حرقان لصوابع ايديا، ونقدر كمان نحدد اسم العصب بالظبط لما يقول انا صباع. يعني هي الفكره حاجه واضحه، لكن تخيل بقى انت قلت المقدمه دي، احنا عارفين المشكله فين، واحد يخش بعصايه من بره، طب هتيجي ازاي؟ لا ما طبعا الكلام مش مظبوط. هنا بنحدد بالظبط لو عرفنا الالم مكانته هنحدد بالظبط المشكله على طول، هتعرف المشكله فين وتقدر توصل للمشكله وتقدر تعالجها ما دام عرفت المشكله فين. وبالتشخيص، فحص كلينيكي الاول، بعدين نعمل تشخيص برسم عصب، باشعه رنين على الفقرات العنقيه، باشعه مقطعيه، الاساليب مختلفه للتشخيص بنوصل للمشكله. اذا عرفت مشكلتك هتعرف تحلها. لكن ما عرفتش المشكله وقاعد تجرب، الانسان مش تجارب، ما ينفعش بقى حاجه حقل تقارب. بالظبط. ناس كتير بيجي لها المشاكل دي وتهملها. بمعنى الكلمه تهملها وتذهب الى حته معينه، او تهملها وتاخد مسكنات. شوف احنا الشعور بالالم كلنا هنشعر بيه. يعني زي ما التقرير في الاول بيقول 85% من الشعب الالماني شعر بالالم. كل العالم بقى هيشعر بالالم. في واحد بيشرب الألم ويتعالج، في واحد هيشرب الألم وما يطلبش العلاج. يعني ده بقى الفكرة، الإهمال بقى. فإذا الشعور بالألم ده إجباري، كلنا هنشعر بالألم. الاختيار في إن أنت تتعالج. لا أنا عاوز أتعالج، مش عاوز أفطر أتألم. الألم ده يعني بعد الشر عن الجميع لما بيجي الواحد، لا طبعا لو جه تلاقي آلام والعين ما ينامش، يقول لك انا مش عارف احط راسي على المخد، انا بتقلب يمين وشمال بالليل مش عارف انام. حالته النفسيه بتتاثر كمان، يعني الالم يبقى مزمن كمان، الناحيه النفسيه تبقى سيئه جدا. يبقى مش طايق نفسه، مش طايق، مش عارف يروح شغله. ولو كان راجل كبير في البيت يبقى مش طايق اهله واولاده من الالم. الاهمال هنا لا، ما ينفعش نقعد سنين بقى مهمل ولا لا. هو ليه مهمل برضه؟ هو بيتالم، المفروض يروح، خايف. خايف من الجراحه، اصل فلان عمل حاجه وحصل له شلل، اصل فلان عمل حاجه وحصل له مشكله، هو خايف مرعوب انه يروح يعمل حاجه. لكن مع التطور العلمي اللي احنا فيه وكل يوم نشوف حاجات جديده، لا دلوقتي الموضوع بقى امن جدا ان انا اقدر اوصل للمشكله واحلها بتدخلات زي ما حضرتك قلت في الاول، تدخلات محدوده وتكنولوجي جديد وعلم جديد، واقدر اوصل للمشكله واحلها بدون ما افتح رقبه العيان، بدون ما تدخلها زي التردد الحراري، تبخير غضروف، اوصل للاعصاب وعالجها وبتحل المشكله نهائي. لان برضو الاعتقاد السائد اللي بتساله كتير في العياده يقول لي طب احنا ده مسكن، ده انت بتدي حاجه كده تموت العصب. ما فيش عصب بيموت، لو عصب مات ايد العين تتشال، الكلام ده مش مظبوط. لا ده العصب بيبقى سليم، بنعمل عمليات تحفيز عصب،
تنبيه عصب، الغضروف يتشال بالتبخير بآلات رفيعة جدا زي الشعرة بتوصل للمشكلة وتبخر القلب، المريض بيبقى صاحي يبقى ما يتألمش أثناء العملية، فيش ألم خالص لأنه بياخد بنج موضوعي زي البنج بتاع السنان بالظبط زي دكتور السنان، ونقعد معاه مثلا نص ساعة ساعة، بعديها يروح أوضته يلبس هدومه ويأكل حاجة ويروح البيت، تاني يوم يروح شغله. ده تقدم، غير بقى تخيل ما في المقابل أنا هعمل عملية جراحية والبس رقبة، هنا في الطرق الجديدة التبخير والتردد الحالي ما بيلبسوش رقبة، بالعكس بقول له إيه العرق، الرقبة هتعقنا وهتزود المشكلة مش هتحلها، هتعمل تثبيت للرقبة والفقرات بتاعتها، وأنا مش عاوز كده، عاوز يتحرك، عاوز رقبته تروح يمين وشمال وتيجي. الجراحة العكس، هل الجراحة غلط؟ لا، تكملة، كله بيكمل بعضه، في عيانين لازم جراحة، لكن المنطق بيقول لما العيان يجي له مشكله في رقبته ما يهملهاش، ابتدي ادور على الحل الابسط الاول، اتحلت بالحل الابسط اوكي، ما اتحلتش بالحل الابسط ادور بقى على السكه الاصعب. ده المنطق. التبخير نبدا بيه الاول، نفهم يعني ايه تبخير وبندخل في انهي منطقه بالظبط نشتغل عليه. الغضروف ده الجزء الطري اللين اللي بين العظم، ليه قلب اسمه النواه وليه غلاف خارجي اسمه الانيولس او يعني جزء الغلاف الخارجي. النيوكلياس دي هي اللي فيها مشكله، فاحنا بندخل سلاح رفيع من رقبه العيان بتوصل لقلب الغضروف وتتوصل بجهاز، جهاز ده بيطلع تيار كهربائي بنسميه ترددات حراريه او راديو فريكوانسي، ونوع معين من الراديو فريكوانسي يقدر ياكل قلب الغضروف ويبخر ويفضل الغضروف موجود بس بدون ما يضغط على العصب. ده تقدم. طب انا العيان اتضر في ايه؟ ده فتحه قد راس الدبوس، يعني فتحه ابره بالظبط، يعني مفيش فتحه، يعني كان انا حتى لو هيبص على رقبه المريض بعديها بيوم مش هيكتشف ان في حاجه دخلت وحاجه خرجت. وده معنى التبخير، نوصل للجزء الضار في الغضروف اللي ضغط على العصب ونشيل ضغط الغضروف على العصب، بدل ما حاجه عامله بريشر كده وعامله ضغط، انت شلت البريشر والضغط وحافظت على الغلاف الخارجي للغضروف، فحافظت على الاستابيليتي، على ثبات الرقبه زي ما هو، مش محتاج اركب قفص او حاجه بلاستيك، لان الجراح لما يشيل الغضروف هيضطر يركب جزء بلاستيك. طبعا دي حاجه هتركب، لكن هنا انا هسيب الغلاف الخارجي، وده حل نهائي، لان الناس فاكره ان ده حل مؤقت، لا، حل نهائي، يعني تمثل الجراحه وتفوق الجراحه في بعض الاحيان في النتائج، حاجه كويسه جدا، تقدم. ده بالنسبه للتبخير. طب التردد الحراري، التردد الحراري جهاز اخر والتكنولوجي احنا استخدمناه في الطب حاجات كتير، اورام الكبد في علاج الركب، احنا بقى استخدمناه هنا في علاج الام الاعصاب اللي فيها مشكله، ودخل سلاح رفيع وابره رفيعه توصل لاماكن الالم وبتعالج المفاصل بتاعت رقبته، تعالج الاعصاب اللي نازله على ايديه. إذن هو تكنولوجي جميل، تكنولوجي حديث، والعيان بعديها بنص ساعة بيروح البيت. أنا بعالج بيها العصب اللي مسبب للألم، وبعرف بالظبط الجهاز تردد حراري ده يقدر يقول لحضرتك إن فين المشكلة، مش بس بيعالج، لا، ده في الأول بيحدد أماكن الألم، والعيان هو صاحي يقول لي أيوة هو ده الوجع اللي بيجيلي، ده بالظبط الألم اللي بيجيلي، ويبتدي يطلع الذبذبات عليها. يعني احنا وجود العيان صاحي في العملية ما فيش ألم خالص هو بشعر بيه، لكن بنديله التيار كهربائي خفيف وحاسس يقول لي أيوه هو ده الألم اللي بيجي لي مكانه بالظبط. فده أجهزة حديثة وكلها تكنولوجي وكلها حاجات متقدمة جدا وفيري أدفانسد ومعترف بيها في العالم كله، مش مثلا بنتكلم على اختراع ولا بنجرب في الناس، لا، ومعترف بيها في العالم كله. التردد الحراري والتبخير دلوقتي واحدة من العلاجات اللي هو مينيمال انفيزف في العالمية، هي واف دي ابروفد، يعني والدبليو اتش اي دبليو اتش او ابروفد، فخلاص حاجة. بس لازم المريض يتحرك في الوقت المناسب. ايوه بالظبط طبعا، ويروح بدري ما يلاقي في مشكلة، لا يروح ويكشف ونحدد له المشكلة ايه، ينفع بالطرق الحديثة، لو ما ينفعش لا يروح يعمل جراح. الأغلبية، ودي النقطة الواضحة، الأغلبية بينفع لهم علاج بالتدخل المحدود. أغلبية. المميزات في التدخل المحدود غير اللي احنا قلنا ايه؟ ما فيش جرح، ودي حاجة مهمة جدا، لأن الجرح برضو له مشاكله. الحركة الطبيعية للرقبة في نفس اليوم،
مفيش رقبه هيلبسها. الرقبه دي حاجه مزعجه جدا، تخيل انت حاجه مكتفاك تتحرك زي الانسان الالي كده. ينزل شغل وبعديها بيوم بيومين انا بقدر اروح بيتنا تاني يوم، ما عنديش مشاكل خالص. النتائج تقارب الجراحه وتفوقها في بعض الحالات، نفس النتائج، وكل الابحاث العلميه بتاكدنا انا نفس النتائج وتفوقها فعلا. تقدر تحدد المشكله مش بس بتعالجها، يعني ده الجهاز يقول لك المشكله وبعدين يعالجها، ده حاجه يعني تقدم رهيب. لا ده احنا محتاجين حلقه كامله للحاجه دي، فسحه كده في المشاكل اللي ممكن علاجات التداخليه. هذه المينيمال انفيزيف تكنيك نفعت البشريه بشكل كبير جدا، وعلاج الالم اصبح واحد من ترنشات الطب يعني اللي ليها دور عظيم للغايه. مش اصبح، هو من يوم ما اتولد كده. صحيح ان الثقافات في الوطن العربي لسه ما استوعبتش قيمه هذا البرانش بشكل كامل، لكن لا، في كاتيجوري كبير وقطاع كبير من الناس فاهم كويس جدا دور التدخلات المحدوده وعلاج الالم قد ايه مفيد في كل اللي احنا اتكلمنا عنه. ضيفي العزيز واحد من رموز هذا المجال، الاستاذ الدكتور هشام العزازي، استاذ علاج الالم التداخلي والعمود الفقري، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا في الناس الحلوه. نورتنا يا دكتور هشام. الله يخليك، خليكوا دايما مع الناس الحلوه.